السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. واليوم إن شاء الله عندكم فرض ديال الفيزياء والكيمياء بالنسبة للمستوى الأولى إعدادي الموسم الدراسي 2024-2025. في هذا الفرض هذا عندنا دو زيكزارسيس، كل تمرين فيه دي كيستيون. اون كومونس باغ لا بروميير كيستيون، دونك كومبليت لي فراز باغ لي مو سويفون: بروبر، فوليوم، océan, gaz, récipient. Donc, عندنا des phrases, عندنا جمل. غنكملو بهاد الكلمات هادي: propre, volume, الحجم, océan اللي هي محيطات, gaz اللي هما الغازات, récipient اللي هو إناء. مزيان. Donc, le plus grand réservoir d'eau sur terre se trouve dans les. Donc, اكبر خزان ديال الماء في على الارض كيتواجد في المحيطات. Donc, dans les océans. Donc, dans les océans. بالمر والبحار، دونك في البحار والمحيطات. لي ليكيد بخان لا فورم دو، دونك لي ليكيد بخان، دونك يعني السوائل كياخذوا الشكل ديالاش، كياخذوا الشكل ديال الاناء اللي كيكون اللي كيكونوا فيه، دونك الشكل ديال الاناء، دونك ريسيبيون. C'est bien qui les contient. Donc les solides divisés n'ont pas de la forme propre. شكل خاص، non pas de la forme propre. Le mètre cube est une unité de. Donc المتر مكعب هي وحدة ماذا؟ وحدة قياس الحجم، volume. C'est bien. La phrase suivante: le occupe tout l'espace qui lui est offert. Le gaz. Donc le gaz. Donc le gaz occupe tout l'espace qui lui est offert. C'est bien. La deuxième question: répondez par vrai ou faux. Donc هنا غنجاوبو vrai ou faux، صحيح او خطأ. Donc la phrase الا كانت صحيحة غنديرو vrai، و الا كانت خطأ غنديرو faux. C'est bien. Donc le sable est un solide compact. واش فعلا الرملة هي واحد المادة صلبة متراصة؟ Donc هادي faux. Un gaz ne peut pas être saisi avec le doigt. Le gaz, là, il y a deux bidines. Donc, c'est vrai. C'est bien. L'unité internationale du volume est le kilogramme. الوحدة العالمية لقياس الحجم هي الكيلوغرام. واش بصح؟ نو، حنا في السؤال الأول قلنا بأن الوحدة العالمية لقياس الحجم هي المتر كوب. دونك فو. Les nuages de pluie sont liquides. هنايا لي نواج دو بلوي يعني الغيوم ديال الشتاء هما يعني سوائل، دونك هي جواب خطأ، عبارة عن غازات. Lorsqu'on déplace un liquide d'un bécher à une éprouvette, il conserve le même volume. Objet. Donc vrai, c'est bien. Donc ملي كنديو واحد السائل من واحد البشير من واحد ليبروفيت كياخذ نفس الحجم، دونك vrai. دونك الحجم كيبقى هو هو، الشكل غير الشكل هو اللي غيتغير. C'est bien. Donc en deux autres question 3: faire un classement qui regroupe ces différents états physiques. Donc هنا ثلاث حالات للماده: solide، صلبة، سائلة، وغازية. دونك نبدأ. عندنا النيج، نيج في غاز. سي بيان. بوغ عندنا الويل، الزيت. الزيت سائل. فابور دو، سي غاز. بخار الماء. عندنا لو لي، حليب. pardon راه خطيت هنايا، دونك هادي هنا سوليد، دونك غنضربو على هادو ويلا نكتبوها هنا، وعندنا لي الحليب غنكتبو هنا، وهنا سوليد كاين بلي اللي هو الزرع، بلي، وعندنا الهواء لاغ، دونك هنا سي بيان. دونك بوغ ليتا سوليد عندنا لو بلي، قمح،
Pour l'état liquide, adna l'huile et lait, yani zayt wal halib. Pour l'état gazeux, adna nej, suhub, vapeur d'eau et l'air. C'est bien. Dabann douzou l'exercice 2. La première question fait convertir à l'unité demandée. يعني غنحولو الى الوحده المطلوبه. وهنا الى حولنا الوحده المطلوبه غنستعملو جداول التحويلات. وهنا جداول التحويلات اللي غنستعملو هما جداول التحويلات المتعلقه بالحجم والسعه. بالنسبه 0.5 متر كوب شحال كتساوي من لتر؟ هذه كتساوي 500 لتر. وغنستعملو الجدول وغنتحققو منها بانها كتساوي 500 لتر. 7600 سنتيمتر مكعب شحال كتساوي من ديسيمتر مكعب؟ كتساوي فقط 7.6 ديسيمتر مكعب. يعني هذه الفاصله اللي كننتقل من هنا الى هنا كتولي 7.6 ديسيمتر مكعب. بالنسبه ل 45 مللتر كم تساوي من سنتيمتر مكعب؟ كتساوي 45 سنتيمتر مكعب، لان 1 مللتر كيساوي 1 سنتيمتر مكعب. 0.48 ديسيلتر شحال كتساوي من سنتيلتر؟ كتساوي 4.8 سنتيلتر. دونك هنا باستعمال جداول التحويلات يمكن لكم تحققوا من هذه التحويلات واش الاجابه صحيحه ام خاطئه. والاكيد هو ان الاجابه صحيحه باستعمال جداول التحويلات. لا دوزيام كيسيون، بور ميزوري لو فوليوم دان ليكيد، باش نحسبوا الحجم ديال واحد السائل، on utilise l'instrument se dissout. On commence par la première question. Donnez le nom de l'instrument qui contient le liquide. شنو هو الاسم ديال هذا؟ Donc الاسم هذا، donc l'instrument. الاسم ديالو l'éprouvette. OK؟ Donc le nom de l'instrument est une éprouvette. Est une éprouvette. هذا غادي يمكنني انني نحسب الحجم ديال واحد السائل. مزيان، دونك حنا عرفنا دابا هذا شنو اسمه ليبروفيت. ليبروفيت صافي. انديكي لو فوليوم كي كوريسبون ا اون ديفيزيون. غنحددو شنو غنحددو؟ غنحددو الحجم اللي كيتماشى مع كل تدريجه. بغينا نعرفو كل تدريجه شنو فيها. شنو غنديرو؟ غنديرو العمليه ديال 10 ناقص 5 على 5. دونك 10 ناقص 5 اللي هي 5، 5 على 5 هي 1 ml، 1 مليلتر. يعني كل تربيعه فيها مليلتر واحد، يعني من هنا لهنا كاين 1 مليلتر صافي. دونك هذه هي الوحده اللي استعملنا، كل ديفيزيون فيها 1 مليلتر. لا كيسيون سويفونت اي لا ديرنيير، ديتيرميني لو فوليوم دو سو ليكيد. شحالنا هو الحجم ديال هذا الليكيد؟ هذا شحالنا هو الحجم؟ دونك الحجم راه واضح غير بالعين المجرده. غنستعمل غنحاول ما امكن ندير عيني هنا بهذه الطريقه وغنشوفها. ها هي، دونك انا صفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دونك الا درت بعينيكم صا غادي نعرف بان الفوليوم ايغال كومبيان؟ ايغال 12 ml، يعني 12 مليلتر باستعمال العين المجرده. دونك وبهذا غادي نكون كملت هاد لا فيديو. كنشكركم على الدعم والمسانده، شكرا لكم والسلام عليكم.